العافية. اليوم احنا في احد المدارس في اوتاوا كنا عم نلعب سوكر مع الشباب، ووجدت هاي التمارين اللي حطيناها على الحيط اللي هي زي ارشاد للمعلم كيف يحمي الطلاب قبل الرياضة، وطبعا يعني شغلات جيدة، لكن اللي لفت انتباهي انه في ايضا حماية ورياضة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. هدول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة هم ليسوا معاقين زي ما بيسموهم في بلادنا، والمدارس دائما عندنا بتحاول انه تبعدهم عن باقي الأطفال، لا هم جزء من المجتمع، بيقدروا ينتجوا، بيقدروا يعطوا يمكن أحسن من غيرهم. فأعتقد انه هذا درس للمدارس في العالم كلها اللي ما عندها هذه النظرة لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، انهم يدمجوهم في المدارس، يدمجوهم في المجتمعات، ويحاولوا يسهلوا عليهم، لانه هدول الاشخاص يعني معظمهم ذوي ذكاء خارق، واعتقد انه بيستطيعوا انه ينتجوا في هذا المجتمع ويعطوا لهذا المجتمع. والله يعطيكم الف عافية.